على خلفية مظاهرات واحتجاجات شهدتها بلدة عقارب بمدينة صفاقس جنوب تونس، نفت وزارة الداخلية تقارير لإذاعة محلية وشهود عن مقتل محتج تونسي بالبلدة في إطلاق غاز للشرطة أثناء تفريق احتجاج بيئي. وزارة الداخلية وفي بيان لها أوضحت أن الشاب الذي توفي لا علاقة له بالاحتجاجات، وتوفي في بيته الذي يبعد 6 كيلومتر عن الاحتجاج بسبب طارئ صحي. جاء ذلك بعدما أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين يرفضون قرار السلطات بإعادة فتح مصب نفايات في بلدة عقارب جنوب تونس. هناك أزمة، لا أحد يشك في ذلك. وفي وقت سابق طلب الرئيس قيس سعيد وزير الداخلية ورئيسة الوزراء بإيجاد حل فوري لتراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية في شوارع المدينة. وعقب ذلك أعادت وزارة البيئة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين فتح المصب المغلق رغم صدور قرار قضائي بمنع إعادة فتحه. وقال شهود عيان إنه مع بدء جمع النفايات من صفاقس وتحميلها باتجاه عقارب أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعا لمئات الشبان رافضين قرار فتحها، ما دفع الشرطة لإطلاق الغاز لتفريقهم، ما أدى إلى وقوع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في شوارع البلدة بحسب الشهود.